طلابنا الأعزاء، أسعد الله أوقاتكم جميعا. محاضرة اليوم سوف نتطرق بها إلى الدخل التوازني والمضاعف البسيط. تطرقنا في المحاضرة السابقة إلى القسم الأول وهو الدخل التوازني، واليوم سوف نتطرق إلى القسم الثاني وهو المضاعف البسيط، فلنتابع. بالنسبة لفكرة نموذج المضاعف البسيط، نعني بهذا النموذج كيفية التأثير على الناتج المحلي وبالتالي على الدخل التوازن. فكرة المضاعف تعني أن التغير في الإنفاق الاستهلاكي أو الإنفاق الاستثماري أو أي تغير في أي قطاع من قطاعات الناتج المحلي الإجمالي ستؤدي إلى تغير بنسبة مضاعفة في الناتج المحلي والدخل التوازني لأي اقتصاد. بمعنى إذا تغير الإنفاق الاستهلاكي بنسبة 10% سيتغير الناتج المحلي الإجمالي أو الدخل التوازني بأضعاف هذه النسبة، ومن هنا أتت فكرة المضاعف. بنستخدم بنقول كلمة المضاعف البسيط، هنا بكون التغير في قطاع واحد، باقي القطاعات بتكون ثابتة، لذلك بنقول المضاعف البسيط. بمعنى إنه إذا تغير الإنفاق الاستهلاكي أو الاستثماري بدينار واحد سيتغير الدخل التوازني بأكثر من دينار، أي إنه سيتضاعف. لذلك بنسمع نموذج المضاعف، أي بتكون النسبة أو نسبة التغير مضاعفة أو قيمة التغير مضاعفة اللي هي في موجودة في الدخل التوازني أو في الناتج المحلي الإجمالي. لتوضيح فكرة المضاعف سنفترض وجود اقتصاد بسيط مكون من قطاعين فقط، هما القطاع العائلي والقطاع الاستثماري، بمعنى غياب القطاع الحكومي والقطاع الخارجي، وهذا للتبسيط فقط، ما ينطبق على القطاعين ينطبق على الأربع قطاعات اللي هي تعتبر مكونات الناتج المحلي الإجمالي. فلنتابع مع بالنسبة للمضاعف البسيط، قانون المضاعف البسيط اللي هو بيساوي 1/1 - b. ولو قلنا المضاعف البسيط لقطاع الاستثمار اللي هو ايش بيساوي؟ التغير في الدخل، اي التغير في واي على التغير في اي، اي التغير في الدخل التوازني على التغير في ايش؟ في الاستثمار. اللي هو ايش بيساوي؟ بيساوي قيمة المضاعف. المضاعف ايش القانون تبعه؟ اللي هو 1/1 - b. ايش معنى هذا الكلام؟ ايش المقصود هنا ببي؟ بي هي عبارة عن الميل الحدي للاستهلاك، اي 1/1 الميل الحدي للاستهلاك. الان اللي هو ايش بيساوي؟ اللي هو 1/1 الحدي للادخار. اذا المضاعف البسيط للاستثمار ايش بيساوي؟ التغير في واي، اي التغير في الدخل التوازني على التغير في الاستثمار، اللي هو ايش بيساوي؟ 1/1 - b. لذلك لو قلنا انه التغير في الدخل التوازني كان 500 على سبيل المثال، والتغير في الاستثمار كان 100، اللي هي عبارة عن 500 تقسيم 100، ايش بتساوي؟ 5، اللي هي عبارة عن 1/1 - b. على افتراض انه b اللي هي ايش بتساوي؟ 8/10. 1 ناقص 8 من 10 ايش بتساوي؟ 2/10. 1/2 اللي هي بتساوي 5. في امثلة هنطرق لها بالتفصيل. اذا المضاعف هو عبارة عن مقدار التغير في الدخل
نتيجة تغير في الاستثمار بوحدة واحدة. إذن كمان مرة بنقول المضاعف هو عبارة عن مقدار التغير في الدخل نتيجة للتغير في الاستثمار بوحدة واحدة، وهنا سوف تكون نسبة التغير في الدخل بنسبة مضاعفة، أي حتكون أكبر من نسبة التغير في الاستثمار. ونذكر بمعادلة الدخل التوازني اللي احنا درسناها في القسم الأول، قلنا الواي اللي هي عبارة عن الدخل التوازني ايش بتساوي؟ المضاعف اللي هو 1/1 ناقص بي اللي هو هذا القسم مضروب في القسم ايش؟ في الأقسام الثابتة الA اللي هي على سبيل المثال على افتراض ان وجود في عندنا قطاعين فقط، الA وهو بيمثل القسم الثابت من الاستهلاك، والI اللي هي معنى ان قيمة الاستثمار هي ثابتة. قيمة المضاعف مضروبة في الأقسام الثابتة او في القيم الثابتة بيساوي عندنا الدخل التوازني وهو الY. إذا الواحد على واحد ناقص بي هي عبارة عن قيمة المضاعف، قيمة المضاعف. إذا بنقول المضاعف البسيط اللي هو بيساوي 1/1 ناقص بي، وبنذكر كمان مرة بنقول المقصود بالبي هي عبارة عن الميل الحدي للاستهلاك، 1/1 ناقص الميل الحدي للاستهلاك. وبحدوث التغير في الاستثمار مقدار تغير في I اللي هو التغير في الاستثمار يتغير مستوى الدخل التوازني. إذن قانون المضاعف البسيط اللي هو عبارة عن التغير في Y على التغير في I اللي هو نفسه بيساوي 1/1 ناقص B. كما مرة بنقول إيش المقصود هنا بالبي هان؟ اللي هي عبارة عن الميل الحدي للاستهلاك marginal propensity to consume. في عندنا ملاحظات مهمة، المضاعف البسيط هو مقلوب الميل الحدي للادخار. لاحظوا لما بنقول عندنا 1/b 1- الميل الحدي للاستهلاك، مش احنا درسنا في الفصل الاستهلاك والادخار وقلنا مجموع الميل الحدي للاستهلاك زائد مجموع الميل الحدي للادخار بيساوي 1 صحيح؟ اذا 1- الميل الحدي للاستهلاك بيساوي الميل الحدي للادخار. لذلك المضاعف البسيط هو مقلوب الميل الحدي للادخار، 1- بي ايش بتساوي؟ الميل الحدي للادخار marginal propensity to save اللي هي الام بي اس. وعليه يرتبط المضاعف البسيط بعلاقة عكسية مع الميل الحدي للادخار، بمعنى كل ما بتزيد قيمة الميل الحدي للادخار بتقل قيمة المضاعف، وكلما زادت قيمة الميل الحدي للادخار كلما قلت قيمة المضاعف. لذلك بنقول يوجد علاقة عكسية ما بين المضاعف والميل الحدي للادخار، وفي عندنا مثال هنشرح ونوضح ذلك بالتفصيل. أيضا المضاعف البسيط يرتبط بعلاقة طردية مع الميل الحدي للاستهلاك، كل ما بتزيد قيمة الميل الحدي للاستهلاك كل ما بيزيد المضاعف، وحنشرح ذلك في الأمثلة اللي معه. لذلك المضاعف البسيط إيش بيساوي؟ التغير في Y اللي هو التغير في الدخل على التغير في I اللي هي بتساوي التغير في الاستثمار بيساوي إيش؟ إيش قانون المضاعف البسيط؟ هو 1/1 ناقص B، أي 1/1 ناقص الميل الحدي للاستهلاك. دعونا الآن نأخذ مثال على التغير في الاستثمار كيف بيأثر على مستوى الدخل التوازن. مثل ما بنعرف
انه معادلة الدخل التوازني اللي هي بتساوي الواي، اللي هي عبارة عن التغير في الواي اللي هي عبارة عن الدخل، ايش بتساوي؟ اللي هو الدخل التوازني اللي هي بنشير له بالرمز واي، واحد على واحد ناقص بي مضروب في الشق الثابت من الاستهلاك زائد الشق الثابت للاستثمار، اي اي زائد اي. طيب نفترض انه اعطانا معطيات كالتالي: الدخل التوازن ايش بيساوي؟ 1 على 1 ناقص 75%، واعطاني قيمة الاستهلاك التلقائي 100، واعطاني قيمة الاستثمار الثابت اللي هو 25. قال لي انه مستوى الدخل التوازني هو بيساوي 500. كيف حسبناها؟ 1 على 1 ناقص 75. طيب 1 ناقص 75% ايش بيساوي؟ 25%. 1 على 25% ايش بيساوي؟ 4 ضرب مجموع الحدود الثابتة وهو 100 زائد 25 اللي هي بتساوي 125. 4 ضرب 125 ايش بتساوي؟ 500. أصبح الآن بنعرف كيف نوجد معادلة الدخل التوازن. الآن أنا بدي أعرف مقدار التغير لو صار في عندنا تغير في الاستثمار. على سبيل المثال زاد الاستثمار ب 15، كان الاستثمار معنا 25، زاد بقيمة 15، قديش صار في عندنا مقدار قيمة الاستثمار اللي هو 40. أي زيادة الاستثمار ب 15 قديش بده يترتب عليها زيادة في الدخل التوازني؟ لاحظوا قيمة المضاعف بقيت كما هي، 1 على 1 ناقص 75% اللي هي بتساوي ايش؟ 1 ناقص 25%، 1 على 25% اللي هي بتساوي 4. قيمة الاستهلاك التلقائي او قيمة الاستهلاك الثابت ثابتة لم تتغير، هنا 100 وهنا 100. التغير في الاستثمار بقيمة 15 أصبح في عندنا قيمته قديش؟ 40. طيب 4 ضرب 100 زائد 40 140، قديش في عندنا قيمة الدخل التوازني اللي هي أصبحت بتساوي 560. لاحظوا إنه مقدار الزيادة في الاستثمار بمقدار 15، مش هي كانت 25 زادت ب 15 صارت 40، قديش ترتب عليها الزيادة في الدخل التوازني؟ هنا كان 500 وهنا ايش؟ اصبح 600 اللي هو زاد بمقدار 60. لاحظوا 60 لما زاد الاستثمار ب 15 ترتب عليه زيادة في الاستثمار ب 60، ال 60 هي عبارة عن كم ضعف لل 15؟ هي 4 أضعاف اللي هي قيمة المضاعف. كمان مرة لاحظوا الاستثمار زاد بقيمة 15، ترتب عليه هذه الزيادة بقيمة زاد الدخل بقيمة 60. لاحظوا 60 لو نقسمها على 15 بتعطينا 4، أي زاد الاستثمار زاد الدخل التوازني نتيجة زيادة الدخل بأربع أضعاف اللي هي عبارة عن إيش؟ قيمة المضاعف، قيمة المضاعف اللي هي عبارة عن 1 على 25% اللي هي بتساوي 4، أي زاد الاستثمار بقيمة 4 أضعاف. لذلك بنقول التغير في الاستثمار يحدث أثرا مضاعفا في الدخل التوازني، وهذا الأثر يعرف بإيش؟ بالأثر المضاعف، بأثر المضاعف. مضاعف الاستثمار إيش تعريفه؟
هو عبارة عن مقدار الزيادة في الدخل القومي أو الدخل التوازني نتيجة زيادة الاستثمار بوحدة واحدة. وحتكون الزيادة في الدخل التوازني بنسبة مضاعفة حسب المثال اللي معنا، كانت بقيمة المضاعف 4 أضعاف، أي زاد الدخل التوازني ب4 أضعاف نسبة الزيادة في الاستثمار. وبالتالي التغير في الدخل التوازني نتيجة التغير في إحدى مكونات الطلب الكلي، أي ما ينطبق على التغير في الاستثمار ينطبق على التغير في الإنفاق الحكومي وينطبق على التغير في قطاع التجارة الخارجي. أي التغير في الدخل التوازن نتيجة التغير في إحدى مكونات الطلب الكلي يكون أكبر من التغير في إحدى مكونات الطلب الثابت. بدنا الآن نأخذ كمان مثال بأكثر تفصيلاً ونشوف نشرح فكرة المضاعف بالشكل المفصل كمان مرة. الآن بدنا نأخذ مثال مهم جدا بلخص كل اللي شرحناه بخصوص موضوع المضاعف والدخل التوازن. فلنتابع. بدنا نفترض انه في عنا اقتصاد مغلق مكون من قطاعين، هما القطاع العائلي والقطاع التجاري، حيث ان مكونات الانفاق كما يلي: دالة الاستهلاك أي قطاع الاستهلاك تتمثل في السي اللي هي عبارة عن الكونسبشن أي الاستهلاك، اللي هو الاي ايش بيساوي؟ 200، أي الاستهلاك الثابت أو الاستهلاك التلقائي، زائد الميل الحدي للاستهلاك اللي هو ايش بنرمز له بالرمز بي اللي هو الام بي سي، اللي هو عبارة عن ايش بيساوي؟ 80% من مين؟ من الدخل. كمان مرة، دالة الاستهلاك تتكون من الشق الثابت والشق المتغير. الشق الثابت اللي هو عبارة عن بنرمز له بالرمز A اللي هو ايش بيساوي؟ 200، وفي بعض المصادر بترمز له بالرمز ايش؟ C. بالنسبة للشق المتغير اللي هو الـ MBC الميل الحدي للاستهلاك، اللي هو عبارة عن 8 من 10 أو 80% من مين؟ من الواي أي من الدخل. هذا بالنسبة لدالة الاستهلاك. نشوف معنى الاستثمار. الاستثمار أعطاني معطى وهو ثابت عند قيمة قديش؟ 100 دينار. لاحظوا هنا الاستثمار الثابت اللي هو بنرمز له بالرمز I، وهنا الإشارة هنا نوت اللي هو الآي نوت، يعني عبارة عن الاستثمار الثابت اللي هو قيمته أيضا 100 دينار. 100 دينار. الآن بدنا نشوف إيش المطلوب معنا. المطلوب رقم 1 بقول لك حدد أو حددي مستوى الدخل التوازني لهذا الاقتصاد موضحا ذلك بيانيا. بدنا نحدد دالة الدخل أو معادلة الدخل التوازني لهذا الاقتصاد، وبعد ذلك بدنا نوضحها بيانيا. المطلوب رقم 2 بقولنا إذا زاد الاستثمار من 100 دينار إلى 200 دينار، أي تغير أو الاستثمار بقيمة 100، كان 100 زاد إلى 200 دينار، أي نسبة التغير اللي هي عبارة عن 100، 200 اللي هو الاستثمار الثاني ناقص الاستثمار الأول، 200 ناقص 100 اللي هو بيساوي 100. فما هو مستوى الدخل التوازني الجديد موضحا ذلك بيانيا؟ الآن في الحال هنجيب المطلوب رقم 1 والمطلوب رقم 2 ونوضح ذلك بيانيا، ايش الاستثمار الاول وبعدين ايش الاستثمار الثاني ونسبة التغير والدخل التوازني الجديد. المطلوب رقم 3 بقول لك ما هو المقصود بمضاعف الاستثمار البسيط؟ ايش تعريفه؟ مثل ما شرحنا بدنا نعرفه ثم بدنا نوجد قيمته. انا قيمته من قبل ما اشرح بكون معروفة قيمة المضاعف الاستثمار اللي هو 1 على 1 ناقص 8 من 10 اللي هو بتساوي 1 على 2 من 10 اللي هو بيساوي 5. تمام. الآن بدنا نشوف الحل معا.
إجابة المطلوب رقم واحد، وقلنا معادلة الدخل التوازني لها صيغتين، هاي الصيغة الأولى وهاي الصيغة الثانية. حلوا بالطريقة اللي أنتم بتشوفوها مناسب. حابين نحل بالصيغة الأولى اللي هو بتساوي الواي اللي هي عبارة عن الدخل التوازني، الحد الثابت للاستهلاك الـ A زائد الـ I على 1 ناقص B. طيب حسب المثال اللي معنا A قديش قيمتها؟ 200، هاي الـ 200 زائد الـ I اللي هو الاستثمار 100 على 1 ناقص B. الـ B هي عبارة عن إيش؟ الميل الحدي للاستهلاك. واحد ناقص الميل الحدي للاستهلاك، واحد ناقص قديش اعطاني اياها في دالة الاستهلاك؟ 8 من 10، واحد ناقص 8 من 10، 200 زائد 100 اللي هي بتساوي 300، واحد ناقص 8 من 10 اللي هو واحد ناقص الميل الحدي للاستهلاك بيساوي الميل الحدي للادخار وهو 2 من 10 او 20%. 300 على 2 من 10 بتساوي معنا 1500. هذا لو حلينا بهذه الصيغة بكون حلنا صحيح. ايضا لو حلينا بهذه الصيغة وهي y بتساوي 1 على 1 ناقص b مضروب في a زائد i. الواحد على 1 ناقص b اللي هو عبارة عن 1 على 1 ناقص 8 من 10، مش قلنا b قيمتها 8 من 10، تمام، مضروبة في ايش؟ في قيمة الاستهلاك الثابت وهو 200 زائد قيمة الاستثمار وهو 100. طيب 1 على 1 ناقص B أو 1 على 1 ناقص 8 من 10 اللي هو عبارة عن 1 على 2 من 10 اللي هو عبارة عن إيش بيساوي؟ 5. 5 ضرب 200 زائد 100 اللي هي عبارة عن 300. 5 ضرب 300 إيش بتساوي؟ 1500. إذن الحل اللي معنا صحيح. هيك بنكون أجبنا المطلوب رقم واحد، أو جدنا الدخل التوازني، الدخل التوازني الأول اللي هو عبارة عن 1500. المطلوب رقم اثنين قال لي إيش فيه؟ نفس دالة الاستهلاك كما هي، لكن الاستثمار كان 100 زاد الى 200، تمام. الان بدنا نشوف هنا التغير ايش فوق. المطلوب اجابه المطلوب رقم 2 كالتالي: اذا زاد الاستثمار من 100 دينار الى 200 دينار يصبح مستوى الدخل التوازني كالتالي. لاحظوا الان انا بدي احسب ايش الاستثمار الجديد. كان الاستثمار هنا نفس الداله الـ A زائد I على 1 ناقص B اللي هي هنا الـ A بقيت كما هي، ما فيش فيه عليها تغير، اي الاستهلاك الثابت وهو عباره عن 200. الاستثمار القديم كان 100 زاد الى قديش؟ 200، اي بنسجلها 200 زائد 200، اي هو هذا ايش؟ الاستثمار الجديد على الشق المتغير من دالة الاستهلاك وهو 1 ناقص 8 من 10. 200 زائد 200 اللي هو عبارة عن 400 على 1 ناقص 8 من 10 اللي هو 2 من 10. 400 على 2 من 10 اللي هو بيساوي 2000، تمام. الآن نشوف حسب نفس معادلة الدخل التوازني بس بالطريقة الثانية أو بالصيغة الثانية. 1 على 1 ناقص 8 من 10 اللي هو إيش؟ 1 على 2 من 10 اللي هو إيش بيساوي؟ 5، ما فيش فيها تغير. ضرب الآن بالنسبة للاستهلاك الثابت 200 والاستثمار الجديد 200 اللي هو هنا عبارة عن 400. 5 ضرب 400 اللي هو بيساوي 2000. لاحظوا قيمة المضاعف عبارة عن 5، أي حيكون عندي زاد الدخل بمقدار 5. لاحظوا عنا
التغير في الاستثمار قديش؟ أي الاستثمار الجديد ناقص الاستثمار القديم، الاستثمار الجديد هو عبارة عن قديش؟ 200. الاستثمار القديم اللي هو 100، 200 ناقص 100 اللي هو عبارة عن ايش؟ 100. عندما يزيد الاستثمار حسب هذا المثال بمقدار 100 سوف يترتب عليه زيادة في الدخل التوازني بمقدار 500. طب وين جبت ال 500 هذه اللي انا بحكي عنها؟ لاحظوا 2000 اللي هو التغير في واي، مش الدخل الجديد ناقص الدخل القديم، 2000 ناقص 1500 اللي هي بتساوي 500. إذا الآن لما بقول لي احسب لي هنا قيمة المضاعف بنقول اللي هي التغير في واي، ايش يعني التغير في واي؟ واي 2 ناقص واي 1 على التغير في الاستثمار اللي هو الاي 2 اللي هي يعني الاستثمار الجديد ناقص الاستثمار القديم اللي هو 200 ناقص 100. إذا بيكون عندي 500 على 100 هو قيمة المضاعف، 500 على 100 اللي هو بيساوي 5 اللي هو عبارة عن قيمة المضاعف اللي هو بيساوي 1 على 1 ناقص بي، أي 1 على 1 ناقص الميل الحدي للاستهلاك. إذا يمكن القول عندما زاد الاستثمار بمقدار 100 زاد الدخل التوازني بخمس أضعاف، زاد الدخل التوازني بخمس أضعاف. الآن بدنا نوضح إجابة المطلوب الأول والمطلوب الثاني من خلال الشكل البيع. الآن لو بدنا نرسم دالة الطلب الكلي والدخل التوازني كالتالي: أولا على المحور الرأسي بيكون في دائما بيكون عندنا الإنفاق الكلي اللي هو إيش؟ القطاع الاستهلاك زائد الاستثمار، على افتراض أنه في عندنا اقتصاد مكون من قطاعين، لو في عندنا ثلاث قطاعات بنضيف الإنفاق الحكومي زائد الجي، إذا في أربع قطاعات بيصير سي زائد الآي زائد الجي زائد النت إكسبورت أي صافي قطاع التجارة الخارجية أي صادرات ناقص الواردة. دائما على المحور الرأسي بكون عندنا الإنفاق الكلي اللي هو بيعبر عن الطلب الكلي. المحور الأفقي بكون عندنا الدخل التوازني اللي بنرمز له بإيش؟ بالرمز واي اللي هو بيعبر عن العرض الكلي. أي المحور الرأسي بيعبر عن الطلب الكلي أو دالة الإنفاق الكلي اللي هي بتكون من السي زائد الآي، وإذا في عندنا إنفاق حكومي بيكون زائد الجي، وإذا في عندنا أربع قطاعات بنضيف لها صافي التجارة الخارجي. دائما على المحور الرأسي، أي هو بيعبر عن الطلب الكلي أو الإنفاق الكلي. على المحور الأفقي بيكون عندنا الواي، أي الدخل التوازني أو الدخل القومي اللي هو بيعبر عن ايش؟ بيعبر عن العرض الكلي. ثاني شيء بنرسم هنا بنحدد منحنى الدخل، اي بيكون هنا بيقسم الزاوية القائمة ايش؟ من المنتصف بزاوية قديش؟ 45 درجة. هذا بسميه هنا ايش؟ منحنى الدخل. وين بتقاطع؟ بدي بعد ذلك بدي ارسم معادلة او نرسم منحنى الدخل التوازني المطلوب يعني ايش؟ حسب المطلوب رقم 1، اي بدي الان مش عملنا معادلة الدخل التوازني الاولى اللي اعطانا اياها، بدي احددها. القيمة الثوابت اللي كان معنا اللي هو عبارة عن 300، بنبدأ من هذا. ايش عبارة 300 هذه؟ ايش هي عبارة عن ايش؟ هي عبارة عن الاستهلاك التلقائي او الاستهلاك الثابت زائد قيمة الاستثمار. حسب المثال اللي كان معنا الاستهلاك الثابت هو عبارة عن 200 وقيمة الاستثمار اللي هو عبارة عن 100 حسب مطلوب رقم 1. هاي مجموعهم 300، 200 زائد 100. الآن بعد ذلك بزيد
وين بتقاطع دالة الطلب الكلي أو دالة الإنفاق الكلي مع الواي اللي هي عبارة عن الدخل التوازني؟ وين تقاطعوا؟ عند هذه النقطة، هي تسمى نقطة التوازن أو الدخل التوازني. الدخل التوازني كان حسب المطلوب قديش؟ المطلوب رقم واحد اللي هو كان 1500. المطلوب رقم اثنين ايش قلنا؟ كل المعادلة كما هي باستثناء الاستثمار زاد من 100 إلى 200. الاستثمار الثابت اللي هو عبارة عن 200، والاستهلاك بقي كما هو اللي هو عبارة عن 200، 200 زائد 200 اللي هو 400. ال 400 هي عبارة عن الاستهلاك الثابت اللي هو 200 و الاستثمار في المطلوب رقم 2 كان معنا 200، 200 زائد 200 اللي هو عبارة عن ايش؟ 400. لذلك صار في عندي تغير في المنحنى الجديد. بدنا نرسم هذا المنحنى، هذا الخط المتقطع او المنحنى المتقطع اللي هو ايش؟ اللي دلت اللي صار فيها تغير في الاستثمار. وين بتقاطع مع الدخل؟ بنحدد الدخل التوازني الجديد إيكوليبريام اللي هو ايش؟ 1، على اعتبار انه هذه ايش؟ اي 0، هذه بتكون ايش؟ اي 1، اي نقطة التوازن الثانية او الجديدة. قيمة الدخل التوازني كانت حسب المطلوب رقم 2 قديش؟ 2000. طب انا ايش بفهم من هذا الشكل البياني؟ وكيف بعرف قيمة المضاعف؟ لاحظوا التغير كان فقط اللي هو عبارة عن ايش؟ عندما زاد الاستثمار ب100. طب وين جبت المية؟ هي عبارة عن 400 ناقص 300. لاحظوا التغير هنا قديش قيمته اللي هو 100 بين المنحنى رقم واحد او المنحنى الاول والمنحنى الثاني. هي الاول ممكن نقول عنه هذا ايش؟ 2، او هذا 0 وهذا 1. لاحظوا التغير هنا قديش قيمته اللي هو عبارة عن 100، اللي هو عبارة عن الفرق بين ال 400 وال 300. ترتب عليه زيادة في الدخل التوازني بهذه القيمة اللي هو عبارة عن قديش؟ 2000 ناقص 1500 اللي هي بتساوي 500. لاحظوا قيمة المضاعف هي 5 أضعاف. كيف حصلت عليها؟ عن هو عبارة عن التغير في واي اللي هو عبارة عن واي 2 ناقص واي 1 اللي هو عبارة عن 2000 ناقص 1500 اللي هو بيساوي 500، على التغير في دالة الطلب الكلي اللي هو عبارة عن الثوابت 400 ناقص 300 اللي هو بيساوي 100. هنا بتكون قيمة المضاعف أكم ضعف تغير نتيجة زيادة الاستثمار ب100؟ ترتب على ذلك زيادة في الدخل التوازني اللي هو 500، 500 تقسيم 100 اللي هو بيساوي 5، أي عندنا التغير بقيمة 5 أضعاف. بهيك بنكون وضحنا إجابة المطلوب رقم 1 وإجابة المطلوب رقم 2 بالشكل البياني. نتابع معا المطلوب رقم 3. نشوف إجابة المطلوب رقم 3. مضاعف الاستثمار اللي هو نقول تعريفه هو الرقم الذي إذا ضربناه في مقدار التغير في الاستثمار نحصل على مقدار التغير في الدخل. فاكرين هنا بحسب المطلوب رقم 2 قلنا في عنا التغير
في التغير اللي هو عبارة عن 5 ضرب اللي هو مقدار التغير في الاستثمار، قديش زاد الاستثمار 100، 5 ضرب 100 بيساوي 500، هنا بيكون يسمى مضاعف الاستثمار. لذلك بنقول عنه هذا 5 هو الرقم الذي إذا ضربناه، الرقم مين قديش قيمته؟ هو عبارة عن 5 حسب المثال الأولاني. إذا ضربنا 5 في مقدار التغير في الاستثمار، قديش التغير في الاستثمار؟ مش كان 200؟ الاستثمار الثاني والاستثمار الأول 100، اللي هو التغير 200 ناقص 100 اللي هو إيش؟ بيساوي 100. 5 ضرب 100 بيساوي عندنا إيش؟ مقدار التغير في الدخل وهو يساوي 500. هذا هو إيش؟ هو إيش؟ بنقول عنه المضاعف. أيضا المضاعف هو قلنا عنه في البداية واحنا بنشرح يمثل مقلوب الميل الحدي للإدخار، مش هو لما بنقولنا عنه 1 على 1 ناقص بي، إيش المقصود بواحد ناقص بي؟ هو 1 ناقص الميل الحدي للاستهلاك. طب يعني إيش بيساوي 1 ناقص الميل الحدي للاستهلاك؟ هو بيساوي الميل الحدي للإدخار. لذلك المضاعف هو مقلوب الميل الحدي للإدخار، وهو كالتالي: إذا المضاعف يساوي 1 على الميل الحدي للإدخار، اللي هو هان إيش بيساوي؟ هو هان 1 ناقص بي، أي 1 ناقص الميل الحدي للاستهلاك بيساوي الميل الحدي للإدخار. 1 على الميل الحدي للإدخار هو المضاعف. أيضا المضاعف مش بنقول عنه هو 1 ناقص بي، اللي هو إيش بيساوي؟ 1 على الميل الحدي للإدخار. حسب المثال اللي معنا قلنا 1 على 1 ناقص 8 من 10، أي 1 على 1 ناقص الميل الحدي للاستهلاك اللي هو إيش بيساوي؟ 1 على الميل الحدي للإدخار. 1 على 2 من 10 اللي هو إيش بيساوي؟ 5. إذن المضاعف قيمته قديش؟ تساوي 5 حسب هذا المثال. إذا كان عندي هان 1 على 1 ناقص 7 من 10، بيكون عندي هنا المضاعف قيمته 1 على 3 من 10، تمام؟ وهكذا. طيب نكمل شرحنا ونشوف برضو كمان بعض الملاحظات الهامة على المضاعف البسيط، فلنتابع معا. إذا التغير في الدخل إيش بيساوي؟ التغير في الاستثمار ضرب المضاعف، اللي هو التغير في واي اللي هو عبارة عن التغير في الدخل. إيش بيساوي؟ التغير في الاستثمار اللي هو قديش قيمته؟ كانت 100، صح؟ حسب المثال اللي معنا، ضرب 1 على 1 ناقص بي اللي هو عبارة عن 1 على 1 ناقص 8 من 10 اللي هو إيش بيساوي؟ 5. 100 ضرب 5 بيساوي 500، وهذا إيش؟ الكلام اللي شرحناه موجود معنا في هذه المعادلة. أيضا يمكن كتابة المعادلة بالشكل التالي: المضاعف هو عبارة عن التغير في واي، أي الدخل الثاني، أي بنقول عنها واي 2. إيش معنى التغير في واي؟ واي 2 أي الدخل الجديد ناقص واي 1 اللي هو إيش عمارة بيسمى التغير في واي، على التغير في اي اللي هو عبارة عن إيش؟ اي 2 أي الاستثمار الجديد ناقص اي 1، هي معناها إيش؟ التغير في واي. زي ما قلنا حسب المثال اللي معنا، كان معنا الدخل التوازن الجديد اللي هو عبارة عن 2000 ناقص 1500 بيساوي عندنا هنا إيش؟ 500. طيب اي 2 اللي هو الاستثمار الجديد كان معنا قديش؟ 200
ناقص 100 اللي هو الاستثمار الاولاني او الاستثمار القديم، اذا بيكون عندنا 200 ناقص 100 اللي هو عباره عن 100. ال 500 على 100 ايش بتساوي؟ 5 صح؟ اللي هي نفسها ايش بتساوي هان؟ 1 على 1 ناقص بي، 1 على 1 ناقص 8 من 10. مش البي قلنا ايش بتساوي حسب المعادله؟ 8 من 10. 1 ناقص 8 من 10 ايش بتساوي؟ اللي هو ايش؟ الميل الحد للادخار اللي هو 2 من 10. 1 على 2 من 10 ايش بيساوي؟ 5. اذا المضاعف اللي هو يهان بالصيغه هاد اللي هو التغير في واي على التغير في اي بيساوي 5، اللي هو بيساوي 1 على 1 ناقص ب اللي هي ايش بتساوي؟ 5. 5 بتساوي 5. اذا المضاعف هذا القانون بيمشي الحال اللي هو التغير في واي اي التغير في الدخل التوازن على التغير في الاستثمار، وهو نفسه بيساوي هذا الواحد على واحد ناقص ب. تمام؟ اذا المضاعف هو عباره عن التغير في واي اي التغير في الدخل التوازني على التغير في الاستثمار اللي هو ايش بيساوي؟ واحد على واحد ناقص ب. ممكن هذا لو كان بنحكي على الانفاق الحكومي، التغير في واي على التغير في جي. لو بيحكي على قطاع الاستهلاك، التغير في واي على التغير في سي. لو بيحكي على قطاع التجارة الخارجية، التغير في واي على التغير في النت اكسبورت. اللي هو ايش بيساوي؟ واحد على واحد ناقص بي. في حالة الاشي البسيط وما يكونش في عنا في الانفاق الحكومي ما يكونش معنا ضرائب. في عنا بعض الملاحظات الهامة على مضاعف الاستثمار البسيط، هذا احنا تحدثنا عنها في الشرح ولكن نكثفها بنقاط محددة. أولا، رقم المضاعف الاستثمار البسيط دائما أكبر من واحد صحيح، دائما بيكون أكبر من واحد صحيح. ليش؟ لأنه الميل الحدي للإدخار دائما أقل من واحد صحيح، واحد على الميل الحدي للإدخار، ودائما الميل الحد للادخار بيكون اقل من واحد صحيح. لما نقول واحد على 20%، واحد على 10%، واحد على 30%، اذا بيكون مضاعف الاستثمار دائما اكبر من واحد صحيح. اثنين، هناك علاقة عكسية ما بين الميل الحدي للادخار وحجم المضاعف. كل ما بتزيد نسبة الميل الحدي للاستهلاك، الميل الحدي للادخار، كل ما بتقل قيمة المضاعف. أي كلما زاد الميل الحدي للإدخار يقل رقم المضاعف. مثال، لو كان الـ MBS أي الميل الحدي للإدخار هنا بيساوي عندنا 20%. لاحظوا المضاعف المالتي بلاير إيش بيساوي؟ 1 على 20% إيش بيساوي؟ 5. طيب بدنا نشوف حالات تانية. لو زاد الميل الحدي للإدخار قيمة المضاعف يفترض انها ايش؟ بتقل. لاحظوا هان كان 20% كان ايش؟ 5. لما هان اصبح الميل لحد الادخار 25، لاحظوا هان قيمة المضاعف قلت اصبحت 4، 1 على 25% اللي هو 4. لذلك بنقول يوجد علاقة عكسية ما بين الميل لحد الادخار والمضاعف. ايضا لو قيمة الميل الحدي للإدخار زادت أكيد حتقل قيمة المضاعف. لاحظوا 1 على 50% اللي هي إيش بتساوي؟ 2. أي كل ما بتزيد الميل الحدي للإدخار كل ما بتقل قيمة المضاعف، والعكس صحيح. كانت 50% قلت ل 25%، هنا كانت إيش قيمة المضاعف؟ 2، زادت إلى 4. كانت 25% قلت إلى 20%، قيمة المضاعف زادت. أي يوجد علاقة عكسية ما بين الميل الحدي للإدخار وحجم المضاعف. أيضا هناك علاقة طردية ما بين حجم المضاعف ومقدار التغير في الدخل.
يوجد علاقة طردية ما بين حجم المضاعف ومقدار التغير في الدخل. كل ما بتزيد قيمة المضاعف، كان 4 حيزيد الدخل 4 أضعاف، كانت قيمة المضاعف عندنا 10 حيزيد الدخل ب10 أضعاف، وهكذا. كلما كان رقم المضاعف أكبر، كلما كان التغير في الدخل أكبر. أي هنا اللي هو التغير في واي، إيش بيساوي؟ التغير على سبيل المثال في الاستثمار ضرب إيش؟ المضاعف. كل ما بتزيد المضاعف، قيمة المضاعف هان زي ما قلنا 4 هيزيد هنا ب4 أضعاف، 5 هيزيد هنا ب5 أضعاف، 10 هيزيد ب10 أضعاف. أيضا النقطة 2 و3 اللي تحدثنا فيهم، 3 اللي أمامنا و2 اللي في السلايد السابق، تعني أنه كلما كان الميل الحدي للإدخار كبير، كلما كان حجم المضاعف صغير، وبالتالي يكون مقدار التغير في الدخل قليل، والعكس صحيح. أيضا كلما زاد الميل الحدي للاستهلاك، كلما زادت قيمة المضاعف، والعكس صحيح. مضاعف الاستهلاك البسيط، كما في حالة التغير في الاستثمار يمكن أن يحدث تغير في الاستهلاك الذاتي. مش احنا قلنا التغير في الاستثمار كان 100 زاد إلى 200؟ أيضا مضاعف الاستهلاك البسيط ممكن اللي عندنا كانت 200 تزيد ل 300 أو 400 وهكذا، أو ممكن تنخفض. في حالة التغير في الاستثمار يمكن أن يحدث التغير في الاستهلاك الذاتي، ويكون له نفس التأثير على الدخل. فلو فرضنا ان الاستهلاك الذاتي ارتفع من A الى A1 زي ما كان معنا، كان معنا هو عبارة عن 200 زاد الى 300، هذا يؤدي للتغير في مستوى الدخل التوازني بنفس الطريقة اللي درسناها في التغير في الاستثمار. نحصل على التغير في الدخل نتيجة التغير في الاستهلاك الذاتي حسب المعادلة التالية. لو الان صار في تغير في الاستهلاك على نفس المعادلة، بدل ما نقول هنا، قلنا لما نقول صار تغير في الاستثمار قلنا عنه تغير في اي، لما بكون في عند التغير في الاستهلاك الذاتي بكون التغير في اي. اذا التغير في واي اي تغير في الدخل التوازني يساوي التغير في الاستهلاك على ومضروب في 1 على 1 ناقص بي. ببساطة شديدة نفس، بدل ما يكون تغير في الاستثمار هنا التغير في الاستهلاك الذاتي. ونفس الطريقة لو عندنا التغير في الإنفاق الحكومي، التغير من G1 إلى G2 أي من Governments 1 إلى Governments 2 بيكون في عندنا بهذه الطريقة. لاحظوا التغير في الدخل اللي هو إيش بيساوي؟ التغير في G أي الإنفاق الحكومي الثاني ناقص الإنفاق الحكومي الأول. التغير قيمته هان على سبيل المثال بتكون هنا 200، عندنا 1 على 1 ناقص ب اللي هو ايش قلنا عنها، اللي هو هنا ب بتساوي 8 من 10، 1 على 1 ناقص 8 من 10 اللي هو بتساوي ايش؟ 2 من 10، 1 على 2 من 10 اللي هو بتساوي 5. ونفترض انه هذا التغير الانفاق الحكومي بمقدار 5 اللي هو نقول 100 على سبيل المثال، 100 ضرب 5 اللي هو بيساوي 5. اذا بنفس طريقة المضاعف اللي درسناها للاستثمار ممكن يكون نفسه مضاعف الاستهلاك، ممكن يكون ايش نفس الطريقة بس بتغير الرمز تبعه اللي هو ايش الجيهان للانفاق الحكومي والايه للاستهلاك. هذا في حالة ايش الانفاق الحكومي وبدون في تغير في الضرائب، بس فقط تغير في الانفاق الحكومي. بهيك بنكون احنا اتمينا فصل الدخل التوازني والمضاعف البسيط. في نهاية الوحدة موجود في عنا أمثلة مثل اللي شرحناها، أنتم مطالبين بحلها بنفس الطريقة، بالإضافة إلى بعض الأسئلة الصح والخطأ اللي بتساعدنا على الفهم التام لهذا الفصل. مع تحيات الدكتور حمادة الطلاع، وشكرا لحسن إصغائكم، مع تمنياتنا لكم بالتوفيق والتميز دائما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.